الطريقة المثلى لاستعمال الحلبة هي تكون مع الأكل. ما الأحسن يأخذوها الناس مع الأكل. أشخاص اللي مرضوا تا يحس براسو ماشي هو هذاك عادي يمشي يشري الحلبة وياكلها، لا، هذه الأشياء، هذا التصرف أنا لا أزكيه ولا أحبه. كثير من الناس يلجأون إلى الأعشاب إما لما يستنفد كل الطرق صافي تيقول لي راه قاعدنا ما ندير ليك، اما لما يستنفد كل الطرق او لما يمرض او يحس بمرض ثم يلجأ الى الاعشاب. الاعشاب لا تعالج، الاعشاب تقيل الجسم، اعشاب لا تعالج. لماذا؟ لان نسبه العلاج في الاعشاب هو 10%. يعني التركيز ديال هذوك المكونات اللي كاينين في الزعتر واللي كاينين في اي شيء هو تركيز ليس عالي، خصك تاكل واحد الكميه كبيره. الا كلتي كميه كبيره كيولي عندك تسمم الاعضاء، منهم الكليه والكبد والبنكرياس والطحال. يعني هنا الناس خصهم يفهموا هذه القضيه. اما الاعشاب هي واقيه، خصها تكال كل نهار. الزعتر خص الناس يشربوه دائما ماشي حتى يديروا مع الشاي. الحلبه خصها تكون مع الاكل دائما ماشي حتى يمرضوا. حب الرشاد خصو يتاكل مره ماشي حتى يمرضوا. هذه اشياء. لماذا الناس ياكلون خبز ويشربون شاي وياكلون قطاني وياكلون خضر كل يوم، ولماذا لا ياخذنا هذه الحبوب كل يوم؟ هي ماشي غدا تبقى تنتظر هناك، خلق الله تبقى تنتظر حتى نمرضوا. هذا خطا، هذا خطا. ومن المفروض ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم هذا يعيش بسلام، لان يعني اتقن وسواه وعدله وكل شيء يعني كي يعيش هكذا. فالكميه ما خصش الناس يكثروا منها. اي الحلبه ما كيكثروش منها الناس، يعني ملعقه صغيره ولا نص ملعقه كبيره في اليوم ماشي مشكل، تكون مطحونه مع الاكل ولا شحال، ولكن ما يعولوش على الناس في العلاج. صحيح ان بعض المرات مغص ديال البطن ديال المعده ولا شي حاجه هي تفيد فيه، نعم، ولكن ما خصهاش تستعمل للعلاج، خصها تستعمل للاكل باش الجسم ما يصابش، يدخل في الغذاء. هذا من جهه. من جهه اخرى حتى الاشخاص اللي عندهم اشياء بسيطه بحال المعده ولا مغص ولا انتفاخات في البطن ولا الامعاء ولا شي حاجه، اشياء طارئه بسيطه ماشي سرطان ماشي اي شيء، هادو ممكن يتناولوا الحلبه حالا، يعني واحد سميد شعير ولا اي شيء مع الحلبه ويتناولوها، يعني غدا تنفعهم بكثير. ويلا تناولوها مثلا على الريق واش ماشي مضره؟ هذا على الريق هي كلمه خاصه بالعشابه. هذا على الريق نحن لا نعترف بها من الناحية العلمية. مثلا على المعدة فارغة. نعم، على مائدة فارغة. ومن اللي كان الصباح، من اللي كان الأشياء اللي كتحبس العلاج هي السكر واللحم. من اللي كيزولوا الناس اللحوم والسكر ياخذوا أي شيء مع المأكلة. من اللي يفطر الصباح ياخذ ماشي لأن الأشياء اللي كتحبس العلاج هما الدسم اللي كاين في الحيوانات، الحليب واللحوم. واللي كاين السكر كذلك، السكر كذلك كيسمم هذا الجسم. فملي كناكلوا غير نبات، نشويات، قطاني، خضار، فواكه، اشياء هذا خشاش الارض ملي كناكلوه، هذا يعني بالعكس ملي كتعمل معاه الاشياء اللي باغي تاخذها كيكون احسن. هذا على الريق لان لا نحبدها، ولكن تكون وسط الاكل، غير يكون اكل بدون دسم. يعني باش ندقوا الناس في الامور. وهما هذه بعض الناس اللي كيبقاو يعطيو خلطات ومساحيق، هذه خذها على الريق وتسنى عاد فطر. هذه ليست، هذه ممارسه خاطئه ولا اساس لها من العلم. ونحن في عصر الان، عصر العلم، ويجب ان يتجنب الناس هذه الاشياء. لا يشتروا اشياء غير معروفه، وانا اؤكد عليه. الشخص غادي يمشي عندك يدق لك واحد بعض الحوايج يخلط ويعطيهم لك كل هادو، هذا لا يعقل، ليس من الدين وليس من المعروف وليس من الصواب. صافي، اللي بغى يبيع الحلبه يبيع حبوب، اللي بغى يبيع حب رشاد يبيع حبوب، ولكن باش يدق الاشياء ويخلط ويقول لك انا عندي واحد السر في الخلطه، هذا كذب على الناس، هذا كذب على الناس. وحتى التجاره لن يبارك الله فيها بهذه الطريقه. حتى ابن سينا كان يصنع الادويه للناس وكان يعرفها له، تيقول لي مراه واحد الورقه ديال واحد النبته جدتها ودرنا منها ودقينا وعطينا ونعطيوها لهذا المريض، ويعلم الناس هذيك النبته، كيوريني معلمهم كيفاش يتعالجوا هما بها. فالان الناس ولاو كيعطيو خلطات هكذا. انا شفت حتى بعض الاشياء الان دي كابسول ودي فعلا هكا صانعينهم العشابه، ماشي الشركات، لا لا العشابه صانعين غير العشابه بيديهم، ربما بيديه بالغسيل وكيعطيهم الناس. هذا ليس من المعروف وليس من الدين، وهذا المجتمع ديالنا يعني هذه المسائل هذه خصو ينتبه لها جيد. يعني ما شاء الله، يعني لا، نحن علي في عصر العلم ومجتمع اسلامي ولا اله الا الله. وكاين بعض الاحيان الدكتور كيطحنوا الحلبه وكيخلطوها بالعسل، يعني واش مفيده؟ لماذا؟ حيت هي شويه مره. لماذا دائما يلجا الناس الى خلط الاشياء بالعسل؟ لماذا؟
أنا أتساءل لماذا نخلطها مع العسل؟ لماذا؟ يمكن حيت مرة. لا، هذه غير خلطات كانوا الناس داروها في واحد الوقت وبغاو يبداو يتحايلوا على الناس فقط. العسل يتناول كعسل، الحلبة كتناول مع الأغذية كحلبة. لا، ولكن يخلطوها تتجانس. ممكن يخلطوها، ولكن لماذا نخلطوا الحلبة مع العسل؟ احنا غندخلوا في واحد المشاكل أخرى ديال العلاج. نعم، الحلبة يتناولوها الناس عادية. العسل يفطروا به الصباح الناس مع الخبز مع زيت الزيتون، يفطروا به ولا يديروه مع الماء يشربوه ولا اشياء، ولا يديهم عام الخدمه يديروا قرعه ديال هذيك قنينه ديال الماء معدني، يضيفوا لها جوج الملعقات ديال العسل ولا ثلاثه، يديوها مع عام العمل يشربوها. الا داو معاه عصير يكون احسن، الا داو معاه تفاح يكون احسن. عليا الحلبه ما كتكالش غير حبوب، كتكال كذلك على شكل اوراق. اوراق ذكرتها الاخت فاطمه. نعم. انا ما عمري ما شفت الاوراق ديالها. ماشي غير الحلبه، كلشي كيتكال اوراق. اوراق ديالها الحلبه والحب الرشاد والسانوج، كلشي كيتكال على شكل بحال. حنا كنشوفوهم غير حبوب. لا، بحال في اوروبا الان مثلا كياكلوا سلطات ديال الحب الرشاد. جيد. الكريسون، الكريسون كينبتوه وكيديروه سلطات. هذيك الورقات ديالو. غير هو المذاق ديالو شويه قوي لان اقوى من الفجل. ولكن مفيد. ومر. نعم مفيد، نعم اكيد مفيد. ومفيد للنساء. علاش؟ لان ملي كنستنبتوا الشيء كيتزادوا فيه الفيتوستروجينات وكيتزاد فيه هذا الفيتامينات، الفيتامينات كيطلعوا بكثره. ولذلك هذه الحلبه ما كياكلوهاش الناس خضراء. علاش؟ لان الفلاحه ما يقدروش يقطعوا الحلبه خضراء ويبيعوها للناس، ما يقدروش. ولكن ملي كتكون في ذاك الطور قبل ما تنور، قبل ما تخرج الازهار، هذاك الطور ممكن ياكلوه فيه الناس. اكثر من ذلك، ان ممكن النساء ينبتوا الحلبه هما، يعني يرطبوها بالماء ويسدوا عليها في شي اناء حتى تخرج هذاك الجنين ديالها. كتخرج واحد النبته، كاين واحد الجدر ابيض كبير، وتما كتخرج واحد الجريقات خضر. هذاك هو الطور اللي كتكال فيه الحلبه، كيكون اوج تركيز ديال المكونات ديال الحلبه في هذاك الطور ديال الانبات ديال الحلبه ديالها، كيولي المفعول ديالها مضروب في 25. عجيب. من حيث التركيز ديال الاشياء. فهذه اكثر من ذلك، ان ممكن هذه السيده اللي تاكل الحلبه نابته ممكن ما تديرش لها هذا الحدث. ثم الاشخاص اللي كيشتكيوا من الرائحه ديال الحلبه، ملي كنستنبتوها، لما تستنبت ما كتعطيش رائحه هذه. فمن الاحسن ممكن ملعقه ديال الكبيره ديال الحلبه يرطبوها بالماء لمده ليله كامله، ثم يقطروا هذاك الماء ويحطوها فوق قطن ولا حاجه هكا تتنبت، يسدوا عليها ولا زيف، واحد الطرف ديال التوب ابيض ولا كاغيط ابيض نقي ولا حاجه، ويخلي يسدوا عليها ويخليوها تنبت. غير هي ما خصهاش تجف. تبقى لينه. علاش كنقولوا سدوا؟ باش داك البخار ديال الماء ما يخرجش. تبقى رطبه. هذه يديروها في قنينه ولا كاين اواني ديال الزجاج كتسد باحكام. عندها واحد ديال الكاوتشو، واحد الجوان ديال الكاوتشو كتسد باحكام، عندها واحد السلك كتسد باحكام. هذيك ممكن يعملوها. دكتور، يعني كنسمعوا دائما انا وانت لا تحب سامعت واشيع، ولكن هذه الحلبه دائما كنسمعوها احنا هي فاتحه للشهيه. يعني ماذا تعمل او تفعل في الجهاز الهضمي باش كتولي فاتحه للشهيه؟ انا فعلا تناولتها وحسيت بالجوع. اكيد لان انا قلت لك هي تتحكم في الانزيمات وفي الهرمونات. هذا التحكم في الانزيمات كيخلي الخلايا ديال المعده وديال القولون على الخصوص، حتى الامعاء الدقيق على مستوى المعي الدقيق، على الخصوص كتعمل كذلك على مستوى الامعاء. لان المعي الدقيق هو كيعمل اكثر من المعي الغليظ. المعي الدقيق كيكمل الهضم ديال المعده. المعي الغليظ كيوصل ليه داك الشيء مهضوم، كيدير الامتصاص، ياخذ داك الشيء اللي باقي في المسائل اللي وصلت ليه. والمعي الدقيق كاين اشياء اللي كتخاد مباشره من المعي الدقيق تمر الى الدم، وكاين اشياء تتمشي للمعي الغليظ عاد كيمتص. ولذلك التسمم ديما الاشخاص دابا اللي كيوقع لهم تقيؤ، يعني ملي كتوصل ديك التوكسين للامعاء عاد الشخص كيتقيأ. اما كتبقى محبوسه الهضم، ما كيتهضمش مزيان،
كيرد هذاك الشيء اللي كاين في المعده. اما خصوص التسمم ديال التوكسينات ديال ستافيلوكوكوس مع يعني هادو ملي كيوصلوا للامعاء ديك التوكسين لا اونتيرو توكسيك هما نيت تنسميهم اونتيرو باللاتينيه هي المسران يعني اونتيرو توكسيك هذيك لا توكسين كتوصل للامعاء عاد تضرب هذيك الخلايا كيوليو فراجيل. ولذلك نحن كنمنع اللحوم على الناس اللي عندهم تسمم غذائي. ممنوع اللحوم علاش؟ لان اللحوم كتهضم في المعده وكتكمل في المعده الدقيق كالباين كاتيبسين. ولذلك الناس اللي عندهم تسمم خصهم يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط ما خصهمش ياخذوا الاشياء اللي كتهضم بالبيبسين. هنا نعم هي ماشي فاتحه للشهيه هي تزيد في الامتصاص هي ماشي هي اللي كتغلط هي ما فيها لا بروتينات لا والو يعني كتخليك في عين تاكل. ولذلك كندقوا حنا في العلوم لان بحث علمي لما تزيد في الامتصاص كتحفز هذوك الخلايا ديال القولون وديال المعي الدقيق كيكون امتصاص ذاك المردوديه ديال الامتصاص كتكون 0.4 كتطلع 0.8 يعني كتولي ذاك الشيء اللي كلت منه كتستافد منه كيتزاد الوزن ديال الجسم. علاش؟ لان الامتصاص تزاد فقط هي كميه قضيه كميه وقضيه امتصاص ميكانيزم ديال الامتصاص كيتنشط على مستوى الامعاء. اما كتغلظ ولا كترقق هذا كيبقى قيد ما ياكله الشخص فعلا. ولكن بالعكس من الاحسن الناس كيقول لك انا ما ناخذهاش تغلظني هذا خطا هذا اكبر خطا. من الاحسن ياخذ الحلبه ويقلل الماكله ولا ما ياخذش الحلبه ويبقى ياكل 4 كيلوغرامات وهو يلا كيستافد 200 غرام 200 غرام حتى الضياع الان يعني الارض ما غاداش تقد البشر طبعا الا بقى كياكل وما كيستافدش لان عوض ما ناكلو نص كيلو كناكلو 4 كيلو هنا كاين مشكل. علاش؟ لان هذا المرض ديال الجهاز الهضمي كيخلي الدول كلها تضيع واحد الكميه هائله ديال الاكل وغادي تضيع النقود ديالها والاموال ديالها كيمشيو. المغاربه من قبل كانوا تاكلوا كميه كبيره ولكن اكل واحد فعلا كانوا تاكلوا الخبز بكثره والصيكوك بكثره ولكن اكل واحد كانوا تاكلوا اكل ماشي خمسه. دابا الان الناس ولاو كياكلوا بكثره ولكن خمسه ماكله خصوص اللحوم لحوم الحليب الان يعني ها المشكل فين وقع. وكانوا كيخدموا كان تاكل كان تخدم علاش؟ الكميه ديال العمل اللي كانت يضرب 8 تسويع وتسعه في النهار بطرف ديال الخبز ولا حتى خبزه يكونوا حتى جوجات يعني ملي كنجيو نشوفوا الطاقه اللي استعمل الجسم باش يخدم 9 سوايع ماشي هي الطاقه اللي الكميه ديال الاكل اللي ياخذ الجسم الان باش يخدم ساعتين ونص. فهنا خاص الناس يفهموا باننا نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما ناكل. فاذا كنا احنا رشدنا الاستهلاك ديالنا شوف الصين مثلا مليار و800 مليون دابا راه ماصلي لجوج مريم مليار و800 مليون ما عندهمش مجاعه. علاش؟ لان الكميه ديال الاكل ديال مليار و800 مليون هي اقل من الكميه اللي تتاكلها اوروبا وامريكا. نعم فهنا نعم لان 180% الان ديال الاغذيه المنتوجه على الكره الارضيه كتستهلكها 20% من السكان. عجيب. هذا هو الخطا يعني فالترشيد والتوزيع هو اللي خطا. وزيد على هذه ضياع ان الجسم محتاج ل 200 غرام والشخص كياكل 400 غرام. فعلا انا اعطيت مثال بسيط. اما الشخص الان كياكل 4 كيلو في النهار كاين ناس كياكلوا 6 كيلو في النهار اليوم في المغرب كاين ناس كياكلوا 6 كيلو والجسم ديالهم محتاج ل 250 غرام. كيشوف الضياع اللي غادي يضيعوا يعني ضياع كبير ضياع كبير كيعطيك اكثر من الطاقه والجسم ما كيمتصش حتى الدهنيات الان الناس ولاو كيرميوها الدهنيات ما كيبقاش فهنا خص الناس يعرفوا بان هاد القاعده ان الجسم يعيش على ما يمتص. هاد الحبوب اللي تكلمنا عليها حبوب الكتان والسمسم والحلبه على راسهم الحلبه هي العنصر الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض يزيد في الامتصاص. اصحاب الانيميا وهشاشه العظام خص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. الناس اللي عندهم وزن ناقص خص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. اكل يومي نعم الاكل اليومي ديالهم على اي شكل ماشي مشكل. هذا هو اللي خاص الناس يعرفوه.